العمل هو عبارة عن مجموعة من الفيديوهات اللي فيها مقابلات مع السجناء حول الكتاب في السجن، سواء كان تجليده أو طريقة التعامل معه في السجن. والجزء الشق الثاني من العمل هو عبارة عن الكتب الموجودة على رفوف المكتبة، وهو جزء كتير مهم من العمل، يعني لازم استعارة الكتب هاي ونقلها مع الفيديوهات. حضور جاءوا حتى يسمعوا لسجناء سابقين، وهذا بحد ذاته ببين مدى اهتمام يعني جزء كبير من شعبنا بمكانة الأسير ووضع الأسير وحالة الأسير. والجانب الثاني الكتاب. أنا بالنسبة لي يعني وبالنسبة لملايين غيره طبعا الكتاب له قيمة، وأنا شعاري دائما يعني بقول إنه زي ما قال سقراط قديما، غاية الحياة الفضيلة وغاية الإنسان المعرفة. بالإضافة إلى شيء مهم، إنه إحنا كان عندنا بالسجن في كل أسبوع في جلسة اسمها جلسة النقد والنقد الذاتي، وهذه النقد والنقد الذاتي أنا من حقي أنقد زميلي كما هو من حقه أنقدني. مفيد النجار سجن سنة 74 ل 76 بشهر 9 لشهر 9 74 76. أنا بصفتي كنت عندي هواية للنجارة أكثر، فطلبت من الشباب يدبروا لي قطعة خشب زيتون، فقدرت بدي يعني بتعرف إنسان شو أغلى إشي عليه بالدنيا هي أمه، حاولت أقدم لها إشي لأمي، فعملت لها خشبة حفرت عليها اسمها، وشباب ساعدوني انه زرعوها زراعة عملوها زي وجه السجاد عن طريق خيطان التطريز. تقرأ لي شو مكتوب عليها ورا؟ لاما اما يعزيني اني بعيد عنك من اجلك ومن اجل جميع الامهات وفي سبيل امنا العظيمة فلسطين.